الفنان العربي الكبير عاصي الحلاني بدوره يشارك جزء من حياته اليومية مشاهدينا في الحجر المنزلي إلى جانب عائلته، وحتى قاعدين نكتشف أكثر مواهب تمثيلية طريفة وفيها كثير من العفوية. معانا من المنزل من لبنان من خلال سكايب الفنان النجم عاصي الحلاني، راح نتعرف أكثر على تفاصيل يومياته هو وعائلته الكريمة. صباح الخير أستاذ وأهلا وسهلا. صباحك يسعد صباحكم، صباح النور لك ولكل لكل المشاهدين بكل البلاد العربية وبكل العالم. بداية خبرنا كيف تقضي الحجر المنزلي في البيت، هل الأوضاع مستتبة والأمور هادية ولا في وبصراحة بصراحة في عصبية في توازن ولا كيف الأمور لما نشوف الفنان هو محجور كيف ممكن التوجهات تكون؟ لا ما في عصبية أبدا، في هدوء تام بالبيت الحمد لله. الحمد لله. بدي أخبر شغلة بس لحتى كرمال المستمعين يعرفوا كيف نحن بنقضي حياتنا كمان. على فكرة أنا وعائلتي اجتمعنا أول امبارح لأن كانت مدامتي ودانا ووليد كانوا بباريس واجوا على آخر طيارة اجت على لبنان. الحمد لله سلامتهم. حتى الله يسلمك، حتى نكون عم نمشي على السكة الصحيحة وحسب تعليمات وزارة الصحة والأطباء في لبنان، فالتزموا الحجر هن بمكان مش بالمكان اللي أنا كنت عم موجود فيه أنا وبنتي ماريتا. فضلوا 14 يوم، باليوم ال 15 عملوا التيست الفحص اللي هو كرمال الكورونا والحمد لله طلع سلبي ورجعنا اجتمعنا أول امبارح مع بعضنا. الحمد لله على سلامتهم. اللي عم أقوله أنا لحتى أقول لكل المشاهدين لكل أحبائنا بكل المنطقة العربية أنه رجاء 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 التزموا بإرشادات وزارة الصحة، التزموا بإرشادات منظمة الصحة العالمية لأن الشغلة منا لعبة. يعني للحفاظ على أحبائكم على أهلكم على أبنائكم على مجتمعكم وكل ناس بتحبكم انتبهوا لهذا الموضوع، عن الموضوع منه لعبة. ومثل ما شايفين بلاد عظمى وأهم البلاد بالعالم صار في عنده وباء ما عم تقدر تطلع منه. نعم صحيح فعلا. احنا نتحمد لك على سلامة الأسرة الكريمة وإن شاء الله دائما مجموع يعني شملكم على الخير، ولكن لو نتحدث عن الأجواء بالنسبة لك أستاذ عاصي كيف قاعدة يعني تقضي هذا اليوم، ولو عندك جدول يومي تطلعنا عليه يعني مع انضمام العائلة لك ممكن احنا أنك أكسف على السوشيال ميديا. هو إذا بدكم أكثر شيء الجمعة بين بعضنا بتكون بالمساء يعني نعم. بالسحرة وبحكم انه ما في يعني شيء نعمله بالنهار فعم نطول السهره صرنا عم ننام اكثر من النهار من الليل، فالليل اكثر بيجمع بعطي برامج منوعات مسلسلات اوقات بنعمل سهرات على العود يعني مثلنا مثل اي اسره عربيه يعني اجواءكم ايجابيه ما شاء الله. نعم نعملها إيجابية لحتى نقدر نكفي لأنه دائما الإنسان لازم يكون متفائل، هذا اللي بنعمل يعني بنحاول إنه نعمله. الإنسان بده يكون في عنده تفاؤل دائما رغم كل المصاعب المرئين فيها. نحن بتعرفوا بلبنان مرقنا بأزمات يعني من قبل مشكلة الكورونا هي الأزمات الاقتصادية والمالية صحيح. وجتنا قصة الكورونا فيعني بدنا نجرب قد ما فينا نكون عنا إيجابية بحياتنا لحتى نقدر نكفي بإذن الله. بالنسبة ما يخص المواهب المنزلية أستاذ عاصي، إحنا اليوم حديثنا أنه هذا الفراغ أنه الإنسان ممكن يرجع يكتشف مواهبه، ممكن يكون عنده إبداع معين، كيف قاعد تكتشفون مواهب بعض خلال هالأيام هذه؟ هلأ في مرة اكتشفتني أنه مثلت دانا نعم. عملت لي على تيك توك، هذه أول مرة بعملها على فكرة يعني وحبيتها العالم فمن بسبيل كانت المزح أكثر ما هي جدية القصة ونزلتها على السوشيال ميديا. بتعرفوا كل الناس بيعرفوا أنه بيتنا نحن بيت فني والكل بيغنوا صحيح. فهيدي الشغلة بتسلينا يعني انه كل واحد بيبين موهبته من خلال كيف صح بس يمكن حاله يعني استاذ عاصي يمكن الاولاد هم اكثر شيء نركز عليه هذه الفترة ونكتشف مواهبهم. ايش المواهب اللي اكتشفتها في اولادك هالفترة؟ هلا غير الغنى اكيد اللي اكتشفته بدانا انه طباخة ماهرة، هي كل يوم عم تعملنا
صارت على ما كان عندي علم. الله يحفظها ان شاء الله. دانا عم تدرس لانه عم تدرس بباريس كانت. نعم. طبعا بعد عم تعمل ماستر بباريس. نعم. تعاشت لحالها فتره صارت اكتشفت انه صارت طباخه ماهره. عم تتغلب على امها يعني. ما شاء الله الله يحفظها ان شاء الله ويخليها. استاذ عاصي ايضا مساله الاعمال الفنيه والمشاريع يعني كثيره اكيد تاجلت بسبب الظروف اللي احنا نمر فيها، ولكن اول خطوه عمليه راح يعني تفكر فيها بعد ان شاء الله مرور هذه الازمه على خير وبسلامه، ولا هل في هناك يعني افكار فنيه الان تدور في بالك؟ كان أنا مفروض كون عندي حفل بدار الأوبرا بالقاهرة. نعم. هذا الشهر وتأجل مبدئياً لشهر 6. بالإضافة لحفلات كان مفروض كون بعيد رمضان بالسعودية عندي. نعم. حفلتين كمان بس كله توقف العقد يعني كنا متفقين عليه أو لتأجل ما بعرف شو بيصير. نعم. بعدين. نعم. بالإضافة لتحضير ألبومي أنا ألبوم اللي المفروض ينزل قريبا على الأسواق. نعم. بيتضمن 10 أغنيات منوع فكمان أجلنا إذا الأوضاع كانت منيحة بعد عيد رمضان. نعم. إن شاء الله إذا ضلنا بخير. طيب أستاذ عاصي مبادرات كثيرة اجتماعية وإنسانية قاعدين نشوفها عشان نساند بعض في هذه الأزمة، إيش هو دور الفنان تحديدا الآن في تخفيف هذه الأثار خاصة أنه حب الناس أساس في نجاحكم، فإيش أكثر شيء ممكن نسوي الفنان الحين؟ للصراحة نحن صار في مبادرات بلبنان عديدة من خلال محطات تلفزيونية. صحيح. من خلال جمعيات إنسانية ونحن حاولت أنا يعني بطريقتي من خلال الجمعيات أو من خلال حتى التبرعات اللي حصلت بالتلفزيون أنه ساعدنا هذا اللي بنقدر عليه يعني عم نجرب قد ما فينا نحن على الصعيد الشخصي. نعم. نوقف إلى جانب وزارة الصحة وإلى جانب الجمعيات والمؤسسات الإنسانية اللي هي عم تقوم بتبرعات للعيال اللي هي أو للأشخاص اللي هي مدخول يومي مدخول يعني ما بتقدر إلا ما يكون في عندها يعني مدخول اللي هو تتأمن حاجات عائلتها بهذا اليوم. صحيح. فعم نجرب فينا على الصعيد الشخصي وطبعا عندنا وزارة الشؤون الاجتماعية عم تلعب دور كمان في وزارة الصحة عندنا يعني مشكورة على الجهود الكبيرة هذه طبعا واجبها ولكن كمان بظل ظروفنا الصعبة المالية. نعم. انه عم تقدر قدرت عملت هذا الشيء اللي قامت فيه بهالظروف اللي. نعم. مارقين فيها ظروف صحية انا بعتبر يعني الحمد لله انه نحن بلبنان عندنا اكيد اصابات ولكن بعدنا نسبه لبلاد عظمى بعدنا بالسيف سايد زي ما بيقولوا يعني الحمد لله بعدنا منيح الحمد لله وان شاء الله ان شاء الله تكفي هيك ان شاء الله باذن الله وتكون الارقام يعني بتنازل احنا استاذ عاصي احنا ان شاء الله يعني انا اليوم في بدايه الحلقه قلت انه مع ازمه كورونا خلتني شوي انه اعبر عن كثير من مشاعري على الهواء فانا راح ابدا فيك واعبر يعني عن مشاعري للحب والاحترام والتقدير لكل مسيرتك الفنيه ونتمنى لك طولة العمر والله يحفظك ويحفظ العائلة الكريمة احنا ودنا ناخذ من عندك كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء لجمهورك ولكل المشاهدين بسمح لي حي يعني بكل الحياة. نعم. بكل المنطقة العربية أثبتت وزارات الصحة والمجتمع العربي إذا بدك عنها عن كفاءة بمواجهة الوباء الصعب اللي نحن مرئين فيه وكل العالم بدي أتمنى الشفاء لكل المرضى ببلادنا العربية وبكل العالم لأنه هيدا عدو خفي من الصعب إذا تشوفه فما فيك تتجنبه إلا بأنك تكون بإقامة ببيتك بعيد عن الأماكن التجمعات الكثيرة فبدي حي يعني الحي مجتمعاتنا العربية وفي شغلة كانوا بيقولوا بعض الصحافة أو بعض الناس إنه هيدي الشغلة جماعتنا بأسرنا أنا بدي أقول
ميزتنا نحن البلاد العربية أنه بعده مجتمعنا مترابط. صحيح. يعني صحيح. الحمد لله أنا بالنسبة لي بعتبر أنه بالعكس الله يبعد هالوباء عنا ونحن مقتنعين نحن بمجتمعنا العربي. هيدي ميزتنا ببلادنا العربية أنه المجتمع الشرقي والعيال العربية بعد لحد هلأ عندها هيدي الميزة الحلوة اللي نحن بنمتاز فيها أنه بعدنا عنا الألفة والمودة ما بين الأسرة والعائلة. فعلا. صحيح. فهيدي بدي أتشكر مجتمعنا العربي وإن شاء الله نضل دايما هيك عنا هيدي الميزة. وبدي حي كل الطاقم الطبي بكل البلاد العربية وبكل العالم وبدي أقول لهم زقفي مثل ما زقف ليرون بدنا زقف لهم نزقف لهم شكرا. شكرا لك أستاذ. يعطيك ألف عافية وتحياتنا لك والله يديم عليكم الصحة والعافية عليك وعلى كل مشاهدينا في لبنان.